اقول يعني انا مبسوط هني الله بهم وهني انا مبسوط لهم وهني للجمعيه بمثل اخونا ابو علي جزاه الله خير. وصراحه نرجع ان نقول الحمد لله على التوفيق. الصحابة كانوا يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فنرجع الفضل كله لله سبحانه وتعالى الذي وفقني لعمل الخير. يعني في الحديث العظيم القدسي الأعمال والتوفيق كلها بيد الله سبحانه وتعالى. يعني لما قال الحديث الطويل كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم كلكم جائر إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم. في آخر الحديث في آخر الحديث ما عليه النعناع هو اللي جاب عليك أبو عبد العزيز. من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا تلوم بسم الله ولي آخر إلا نفسك واحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقك لهذا العمل. أي والله. وبعدين عمل في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر في أعلى الدرجات. يعني يوم القيامة منزل النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. وأن تكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بسبب هذا العمل صدقة بسيطة. وأخونا أبو علي جزاه الله خير والرجال خلوه يمسح شوي حط كاميرا عليه. صراحة أهنيك والله يا مهندس رايد وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. وأنت قدوة لنا صراحة في هذا العمل وهذه المبادرة الجميلة. وأهني أم علي وأبنائك في صبرهم عليك لأن البقاء في هذه الدنيا وقت قصير. صحيح. فإذا عملنا وقدمنا فالصندوق هذا سوف يفتح في يوم من الأيام عند الله سبحانه وتعالى. فكيف أن تكون من أعمالك الصالحة ها إكرام اليتيم خدمة اليتيم السعي على اليتيم ها وغيره كذلك من المحتاجين والمعوزين ومن أهمهم الأيتام. فأهنيك والله يا أبو علي وهذه مساعدة بارك الله فيك. وهم معاه في الأجر العائلة كلها معاه في الأجر في الموضوع هذا. إذا احتسبت زوجة وعانت زوجها وخففت عليه بعض